أنصح إياك حذاري يا أخي الكريم، والله العظيم حذاري، خطيئة كبيرة أن تحكم على الناس من مظاهرهم. الدين علاقة بين العبد وبين ربه، الدين سر في الداخل، دين ما هو مظاهر، ما هو طقوس. إحنا حولنا الدين إلى طقوس ومظاهر وخربنا الدين. فنشوف الدين بهذا المعنى بصير ما أطيبه وتطيب به الحياة والمصحيح الصحيح وتتبارك بحول الله تبارك وتعالى. فنسأل الله أن يفتح عيون بصائرنا ويعلمنا هذه الأشياء لكي مش نسعد الآخرين، والله أول شيء لكي نسعد نحن بها يا أخواني. الله العظيم أنت يوم تعيش الدين ببعض هذه المعاني، صدقني كلمة من أخوك المحب الصادق معك، يوم تعيش الدين ببعض هذه المعاني تعرف إيش أول الثمرات؟ من غير ما أحلف لك بالله العظيم ستصير من أسعد الناس، عندك سعادة غير عادية، سعادة غير طبيعية، سعادة سعادة رضا رضا. تعرف ليه؟ لأنه رضي الله عنهم ورضوا عنه. عارف إيش معنى رضوا عنه؟ قلنا اليوم حتى قلنا الإيمان شغلة إيه؟ جوهرها الرضا، والرضا شيء فوق الحب، لسه حب مكون واحد، يونت واحد إيه؟ في الإيمان. لما بترضى عن الله إيش معناها؟ ترضى عن كل أقدار الله، ما تتقلقل وتتزلزل ولا تسخط لقدر نزل بك إيمان الله تبارك وتعالى. صح ولا لا؟ هو اللي أعطى، هو اللي أخذ، هو اللي قدر، الحمد لله. وترضى، والله صحيح وترضى. والمؤمن يا إخواني مهما كان مجتهدا في الدنيا ومثابرا وجادا، هو يعلم أن الدنيا كلها في نهاية المطاف ساعة، والله ساعة. والذي يموت يعلم أنها ساعة، عند الموت يعلم أنها ساعة. والموت هذا نهاية مش بس للحياة يا إخواني، لا لا لا، نهاية لمعاني كثيرة، نهاية للتألق، التألق اللي افترض إيه الحسي. بعض الناس خاصة النساء عايش بجمالها، إذا ماتت شابة وفي عز شبابها انتهى التألق، انتهى الجمال. وإذا ماتت طبعا كبيرة شوهاء راح كل شيء. التألق العلمي، ها اللي مات عالم عمره 60 سنة بس لسه مخه معاه وبيألف قاعد، شك مات راح العلم وراح معاه، انتهى كل شيء، انتهى. التألق السلطوي، سلطة عنده، سلطة حاكم ملك، مات ما راح كل شيء. صح. الملك نهاية للملك كمان، هتقول لي أخذوه لأولاده بس هو ما عاد يملك، مظبوط ما عاد يملك، أولاده غيره وحيسأل عنه، راح ملكه. قال عنده قصور، كان عنده، ما تقولش هذا لفلان، كان. قال تعالى وكنا نحن الوارثين، لا إله إلا الله. صح. هذا الموت، هذا أي الموت حط حد لمعاني كثيرة مش بس الحياة، انتبه. عشان هيك ما تغتر لا بسلطانك لا بنفوذك لا بعلمك لا بجمالك لا بشبابك لا بشهرتك، كل كلام فارغ، كله زائل وحيروح، حيروح على فكرة اليوم بكرة بعده حيروح ورايح رايح. عشان هيك يا مؤمن خليك عاقل، والله الإيمان عاقل يا أخواني. اعمل لآخرتك، اعمل لما يبقى، اعمل لله، وما عند الله باق، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. صح ولا لا؟ بس اعمل بالطريقة هذه وخذ الإيمان بكل هذه البساطة، زي ما قلت لك تسعد به وتصبح نبراسا والله العظيم وإشعاعا وسعادة لمن حولك. بس خلي التحدي بينك وبين نفسك، قول أنا بعون الله سأكون عبدا مباركا، كلمة حلوة، جعلني مباركا أينما كنت، عيسى يقول طبعا عبد مبارك، في أبرك من عيسى. أنت قول كما أنا بدي أكون من إيه؟ من العباد المباركين. كيف أكون مباركا؟ انتبه، العبد المبارك ما بضرش الناس ولا يجزي بالسيء السيئة، لأنه يعني نزل ما قلنا هذولا ناس. هذه الدنيا مش دار عدل، تعمل خير حيقطعوا لك إيدك، بتتبسم في وجههم حيتفوا في وجهك، حتلاقي هيك عادي، قول عادي، كل واحد بيعمل إيه باللي عنده، هو هيك. أنا ما أعمل شيء، أنا لا أجزي بالسيء السيء، أنا أجزي بالسيء الحسنة. أوصاني ربي بتسع وأوصيكم بها، وأن أعطي من إيه حرمني، وأن أعفو عمن ظلمني، وأن أصل من قطعني. هذا النبي محمد، مرة أخرى أخي الكريم سألت عنه، هذا النبي محمد، وهذا وصية الله إليه. الله قال له اللي بيظلمك اعف عنه، اللي بيقطعك صله، اللي بيمنعك امنحه واعطيه. يا الله، وقال لك هيك بتكون مبارك. على فكرة أكثر الناس بيكرهوك وبيحسدوك وبيغاروا منك لما تموت، حيقولوا الله يرحمه، والله الله كان إنسان طيب، يعني بذكروا ما بيشوفوش أنك أسأت إليهم بشيء، مع أنهم أساءوا إليك وتعمدوا الإساءة ووصلتك وانات منك، بس أنت كنت قادر ترد عليهم ولو بلسانك، ما رديتش،
لا بلسان ولا بفعل. ولما جاءت فرصة أن تعين وأن تبذل وأن تعطي، أعنت وبذلت وأعطيت. لا إله إلا الله، ما أحلاك يا أخي. كل ما مؤمن، أنا مؤمن، أنا عقدي مع الله، الكونتراكت تبعي مع الله، أنا بشتغل مع الله. الله بيحبني أكون هيك صح؟ ما دام بيحبني أنا حخليه يشوفني كيف بحب دائما. يا الله ما أحلاها، إشي رهيب صح؟ كيف هو بحبني أنا، مش كيف أنا بحب نفسي. لا، إذا أنت تمشي كيف تحب نفسك بتصير شيطان، والله العظيم بتصير شيطان. أعدى أعدائك نفسك التي بني جيبها. النفس بتحب الغطرسة، بتحب الكبر، بتحب الفخر، بتحب الانتقام، حارون، شموس، صبيانية، طفلية، تحب تأخذ البدايات بالعجل وتستحوذ. لا لا لا، تذهب للجحيم النفس هذه. لا لا لا، مش كيف نفسي بدها، لا، كيف الله بده صح؟ عشان هيك أنا حدخل في حرب مع نفسي عشان الله، عشان أورجينا يا رب أنا بحاول أكون عبدك اللي تحبه. وبعدين إيش مبارك زي ما قلنا عاد، إيش مبارك؟ تجي تطلع في حياتك بعد 10 سنين، يلا أيوة اطلع الآن من هذا المسجد إن شاء الله مبارك، قول عهد بعون الله، عهد بيني وبين الله أن أجتهد وسعي وأسعو الله المعونة، حسن المعونة، أن أكون عبدا مبارك. انتهى خلاص، لن أعود من اليوم أكذب على أحد، ولا أستغل أحد، ولا أغش أحد، ولا أغتاب أحدا، ولا أشوه سمعة أحد، ولا أفضح سر أحد، ولا أشمت في أحد. وسأحرص على أنفع، على أن أنفع كل أحد له علاقة بي أو صلة بي أو اتصل سببه بسببي من قريب أو من بعيد. كلما حانت لي فرصة وقدرت سأحرص على حتى لو أساء إلي. يا سلام، هتلاقي نفسك بعد 5 سنين 10 سنين فعلا عبدا مباركا. قول الحمد لله، أنا في آخر 5 سنين أقدح رأسي، لم أتسبب بضر لأي بني آدم، بس في آخر 5 سنين الحمد لله نفعت أناسا كثيرين. هذا بجاهي، وهذا بلساني، وهذا بمالي، وهذا بشفاعتي، مشيت معاه، شفعت له عند واحد، اتوسطت له عشان إيه تمشي أموره، هذا بوقتي، وهذا بكذا باستمرار، والحمد لله. هذا بشفاعتي يتزوج وهي مخلف عنده 3 أولاد الحمد لله وسعيدين. وهذا بتعليمي أو بنصيحتي، بنصيحتي خلص الجامعة هيو وأخذ شهادة عليا، أنا اللي شجعته وطلبت منه يصير زي هيك، وهي الحمد لله وتوظف كمان، تفرح من نفسك أنت، هي ما أبركك يا أخي. وهذا لقي بيته وكان لقطة بنص الثمن عن طريقي، وأنا وهذا حتلاقي نفسك يا أخي على فكرة. وهذا الميزان يوم القيامة، هيك الموازين تدخل. وصدقوني أنا لا أكذب على الله، لو كنت بتصلي صلاة ضرورية جدا، لو كنت بتصلي وكذا وكذا، ولكن ما تعملش هذه الشغلات وبتعمل هذيك الشغلات زي ما قلنا الغيبة والنميمة والكذب، حتلاقي نفسك يوم القيامة مفلسا. هتقول يا رب صلت، ولك صلت إيش؟ أنا يا عبد كنت بدي منك إيه نقل الغراب هيك، كنت بدي منك طقوس، فكر هذا هذا أنا العبادة عملتها عشان شغلة واحدة. هتقول إيش يا ربي؟ ولك توليت، حيقول لك بس يعني متأخر، إيش حتستفيد أنت؟ أقول علي شيء، كان لازم تفهم هذا في الدنيا العبادة عملتها. تعرفوا ليش يا إخواني؟ الله عمل العبادة والصلاة بالذات عمود الدين، الصلاة والله 5 مرات في اليوم. عرفنا نضعف بسرعة، الحين أنتم متجلين تسمعوا الكلام هذا سهل حنصير مباركين، بتروح للمغرب تكون ضعفت كذا. قال هو ابن الذي استغفر الله، وقال عليه هيك تنسى حالك، بيجيك أي تلفون كذا واحد بيستفزك تستفز تنفجر استغفر الله. لا، جاءت العبادة هذه ال5 صلوات سبحان الله على فكرة، وهي علامة كبيرة على مدى الضعف البشري. احنا ضعف جدا 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 ضعف. أنا ليش طيب؟ لأنه من الصبح للظهر صدقني بتخ بنزل شارج زي التلفون 5% ظل تي الصلاعات، صار زي ما الله بده إياها، تتوضى مليح كده تقرأ على الله تستمد العون وبتتذكر الله موجود وخاطبته وقريت كلامه بس عندك معنويات عالية صح؟ معنويات عالية بتمشي للعصر وليش بالذات فترة الظهر والعصر على فكرة مش طويلة كثير، لأنه هذا نص النهار شغل مع الناس هيك في السوق في المؤسسة، وهذا قال وهذا قال ومشاكل، فبتضعف بسرعة صح؟ ليش من العشاء للصبح في معظم الفصول طبعا مش في الصيف طويل نوم وقت نوم، هذا ما فيش معارك مع البشر هنا عادي، قال لك الله نطولها عليك. والله لو كان الليل ظرف للسعي والمعاش كان الله خلى صلاة الصبح وكمان صلاة ثانية ويمكن ثالثة كمان 3 صلوات
عشان تشحن. هذه العبادة إذا ما فهمتها زي هيك ولم تمارس تأثيرها فيك زي هيك، ما أنت ما عبدتش الله وما صليتش، إيش رأيك؟ شفتوا؟ يعني أنا أبسط معنى الصلاة مش عارفينه، بنمارسش الصلاة بهذا المعنى. لازم بعد الصلاة تخجل من نفسك، ليش قبل الصلاة عملت هيك وهيك؟ ليش قبل الصلاة قصرت في هيك وهيك؟ لازم تخجل من نفسك بعد الصلاة، أنه نصلي على حول، لا، بعد كل صلاة في محاسبة تصير، ولا مش صحيح؟ بس بتلاقي الصلاة هذه نمت شخصيتك عاد، ولا مش صحيح؟ يا رسول الله فلان يسرق، يسرق سراخ كذا، قال بصلي؟ قالوا بصلي، قال ستنهاه صلاته عما يفعل.